أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من استوديو قناة الإمام الحسين الفضائية المجاورة والمطلة على حرم سيد الشهداء عليه السلام يأتيكم برنامج هداية السائل للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم التي تردنا عبر الاتصال مباشرة على هواتف البرنامج الظاهرة أسفل الشاشة ورقم الواتساب هذا للرسائل فقط وليس للاتصال كما ننوه للمشاهدين الكرام الى ان كل ما يرد هنا في هذا البرنامج من اجوبه هي مطابقه لفتاوى اية الله العظمى المرجع الكبير السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله. من الاسئله التي وردت الى البرنامج يقول صاحب السؤال: آه بلي. يقول هل يجوز حلق شعر بعض المناطق من الجسم كالظهر والصدر؟ الجواب هو في نفسه جائز بل في روايات اهل البيت عليهم الصلاه والسلام ان ازاله الشعر من التنزه يعني من النظافة الإنسان ينبغي أن يكون نظيفا فعليه لابد أو على الأفضل إلى ينبغي للمؤمن المسلم أن يكون نظيفا فالشعر وجودة في بعض المناطق قد يسبب مثلا رائحة كريهة قد يسبب بعض الأمراض مثلا فينبغي له ان يزيل هذه او ان يزيل هذا الشعر وان كان بعض الـ يعني بعض الناس يعني رغبته في الشعر تكون اكثر فيمكن له ان لا يحلقه يعني يبقيه على حاله الاصليه ولكن بما ان السؤال هل يجوز نعم جائز ازاله الشعر ازاله شعر الشعر الصدر مثلا وازاله شعر البطن وكذلك بقيه انحاء الجسم الاخرى نعم لا يزال شعر اللحيه باعتبار انها من الواجب ابقائها وعدم حلاقتها يحرم حلاقه اللحيه الشارب نعم يجوز اعفاء الشارب لكن اللحيه يحرم ازالتها سواء كان ازالتها مثلا باله كالموس او ازالتها بالنتف كلاهما لا يجوز حلاقته، نعم تخفيفها تشذيبها واحد يسويها مثلا يقصقصها بحيث تطلع بمنظر جميل تعكس جمال الوجه مثلا للرجل لا بأس هذا آه لا اشكال فيه اما ازالتها لا يحرم فشعر البدن جائز ازالته اما شعر اللحيه لا يجوز ازالته بل فيه حرمه نعم آه ايضا آه ايضا سؤال لاحد المشاهدين الكرام يقول في سؤاله تزوجت امراه او تزوجت امراه في سنه 17 وانا اعلم انها كانت متزوجه من شخص اخر ذكرت لي ان هذا الشخص هجرها من سنة 2011 يعني قبل سنو قبل ست سنوات من سنة الزواج مالته 2017 ولم يتصل بها ذلك الزوج الاول خلال ذلك التاريخ وقالت انه طلقها شفويا عن طريق الهاتف واختفى ولا تعرف له عنوان الى هذه اللحظة بعد أن تم الزواج رزقنا بطفل ونحن الآن في هذا الوقت في هذا ال في هذه السنة بلي تزوجتها في بلد آخر غير مسلم وهي من عائلة بلي من المذاهب الأخرى مو من المذهب الشيعي وكان الزواج بحضور أهلها زين يقول أود أن, أف... أن أعرف ما هو الحكم في هذه القضية شنو الحكم هذا عملي حلال حرام إذا كان الزوج سنيا يعني من المذاهب الأخرى وليس شيعي عندنا قاعدة نقول بقاعدة الإلزام الزموهم بما الزموا به انفسهم. قاعده الالزام ماذا تقول؟ انه هذا الرجل حينما طلق بهذه الطريقه هي في مذهبه يقع الطلاق. نعم في مذهبنا لا يقع الطلاق، لكن في مذهبه يقع الطلاق، يعني حينما يقول لها انت طالق مثلا او كما هي سيرتهم طالق 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 مثلا. فهذا يقع بقاعدة الإلزام نلزمهم إحنا بطريقتهم في الطلاق هاي طريقتهم في الطلاق يعني طلقها فهو بالنسبة إلى من تزوجها زواجه يكون ماكو إشكال بي باعتبارها امرأة مطلقة لكن لو فرضنا هذا زوجها شيعي مو سني فباقي هذه زوجته هذا الطلاق لا يقع لأن احنا نشترط في الطلاق شروط في هاي الطريقة ما طريقة يعني أنت طالق هيك هذا عندنا احنا في مذهبنا لا يجوز لا يقع الطلاق هكذا وإنما يقع ينبغي أن يقع أولا يكون قاصد ولابد أن يكون مثلا في طهر لم يواقعها فيه يعني الزوجه المطلقه تكون في طهر لا يواقعها فيه وان يحضر اثنين شهود عدول يسمعان الصيغه من عنده في الطلاق او يوكل واحدا في التطليق وهذا الواحد الوكيل يجي امام الشهود العدول الاثنين يطلق مثلا وهما يسمعان الطلاق حين ذاك يقع الطلاق هذا عندنا اما عند السنه فبمجرد أن قال لها أنت طالق خلاص وقع الطلاق فحينئذ إذا كان الزوج سنيا زواجك من هذه المرأة ماكو إشكال بي لأنها مطلقة بحسب قوانينهم وإنت يعني بقاعدة الإلزام تمشي على هالأساس وأنها امرأة مطلقة وتزوجتها بالشرع الصحيح أما إذا كان شيعيا هذا الزوج فلا هذه المرأة ما زالت زوجته وما يجوز لك أنه تزوج من عندها فإذا كان الطلاق متحققا من الزوج حقيقة طبقا لموازين مذهبهم مذهبهم وكانت قد انتهت من عدة الطلاق فزواج يكون صحيح في في مفروض السؤال، ولا اشكال فيه. زين. سؤال ايضا من احد المشاهدين الكرام يقول: ما حكم من جهل ما عليه فعله من بعد العاده السريه؟ وقام باداء صلاته وصومه دون ان يعلم أن عليه شيء يفعله من بعد تلك العادة يقصد بها الغسل المقصود بها يقصد بها الغسل لأن العادة السرية راح يخرج منه المني فلا بد له من الغسل يقول يجهل صاحب السؤال يقول يجهل ال ال أنه لا بد له من الغسل قام راح صلى وصام وأدى عباداته وهو مجنب ولا يعلم أن بعد ذلك لا بد أو يجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة سؤال هل صلاته وصيامه صحيح بحكم جهلة أم أن هناك أمر يترتب عليه فعله من قضاء أو كفارة أو غير ذلك الجواب يجب عليه قضاء خصوص الصلاة دون الصيام فقط الصلاة يقضيها الصيام لا يقضيه فقط الصلاة يقضيها طبعا بعد أن يغتسل يذهب يغتسل غسل الجنابة ويقضي الصلاة فقط ولا يقضي الصيام لا آه من أسئلة الواتساب سؤال صاحبة السؤال تقول تقول أنا مشلولة معوقة إجا أبو الكهرباء يسوي الجوزة ويا من الرجال وهو ثالث وأنا برا بطارمة ما حكم ما علي ما علي عباءه شنو الحكم يعني سافره اذا هيك يعني بدون حجاب اذا بدون حجاب ما يجوز المراه حتى وان كانت مشلوله قاعده كذا ينبغي لها ان تحتجب ان تلبس ملابس محتشمه وان تضع على راسها تخ يعني تخفي شعر راسها ورقبتها وأن لا يكون حجابها مثلا شفافا يعني ثيابها مثلا وغير ذلك وأن لا يكون ملتصقا بجسمها بحيث يعني يعني تتجسد مثلا معاني الجسم وأن لا يكون ملونا ينتبه اليه الأجنبي كل هذه شروط في الحجاب الشرعي فلا بد ان يكون الحجاب الشرعي بهذا بهذا الشكل فاذا اجى واحد ابو كهرباء يطوب كذا لازم تتحجبين مو انه يعني بحجه انه انت معوقه فما ما تلبسين عبايه لا لابد من انه تتحجبين او او تلبسين عباءه او اي غطاء اخر تغطين به نفسك عن النظر الاجنبي اليك وهذا غير جائز للمراه ان تظهر سافره امام الاجانب امام الرجال بلي الاجانب آه بلي. ايضا من الاسئله التي وردت الى البرنامج آه احنا طبعا نختار من هذه الاسئله ما يكون موافقا آه بلي لابتلاء اكثر الناس يعني اكثر الناس ابتلاءهم هذا بهذه مثلا الأشياء التي تقع في الخارج عليهم احنا الأسئلة الابتلائية اللي نعرضها على الشاشة أما الأسئلة الغير الابتلائية التي مثلا تهم شخص أو شخصين مثلا ما ولا تعم البلوى بها ف نادرا ما نستعرضها على على الشاشه من هذه الاسئله اللي هي كثيرة الابتلاء يقول صاحب السؤال ما حكم التدخين في الأماكن الشديدة الزحام يعني ناس هواية كثيرين موجودين في هذا المكان وواحد يطلع جيجارة ويدخن أو في سيارة مثلا هو راكب مثلا في سيارة كبيرة ويطلع جيجارة ويدخن كل اللي موجودين في السيارة خصوصا إذا كانت مثلا يعني من من هاي السيارات الحديثه الان اللي ما يكون بها مثلا جامات تنفتح ويقدر واحد مثلا يشتم هواء او يغير هواء اللي موجود في السياره من هاي السيارات الحديثه الان اللي لابد ان يكون فيها الهواء مثلا مكيف مبرد غيره فما يتناسب واحد يدخن مثلا في هذه السياره راح يخنق الموجودين يعني وخصوصا اذا كان بينهم ناس مرضى اصحاب مرض قد يتضايقون مو مو فقط مرضى ناس تتضايق مثلا من رائحه الجقاير يقول صاحب السؤال ما حكم التدخين في الاماكن الشديده الزحام والذي يحصل عاده في الزيارات المليونيه لابي عبد الله عليه السلام كزيارة عاشوراء والأربعينية والرجبية والشعبانية ويوم عرفة حيث أن الزوار ملتصقون ببعضهم من شدة الزحام ومع ذلك هناك عدد كبير لا يستهان به من هذه الجموع ممن يدخنون مع شدة الزحام الجواب ينبغي من المؤمنين أن يراعوا ما جاء في مفروض هذا السؤال الذي ذكرناه، ناس كثيرة تتضايق فضلا عن ان يكون هناك بينهم مرضى مو فقط يتضايق وانما يسبب له ازمة صحية فينبغي للمؤمن ان يراعي ذلك ما يدخن في هذه الاماكن يذهب الى مكان مخصوص ما يعني لا يزاحم أحدا ولا يضايق أحدا ولا يسبب أزمة صحية لأحد فقط إلى نفسه هناك يشرب جقائر يتجنب التدخين حفاظا على صحة الناس بلي سؤال آخر أيضا من أحد المشاهدين يقول في السؤال أكلت وجبة في مطعم وقد طلبتها بعدما تفحصت مكونات هذه الوجبه وبعدما اكلتها اتضح ان فيها شيء من المحرمات بين قوسين هو مخلي مستخلص محار كان موجودا في الصلصه مثلا واكلها المحار لا يجوز اكله ولا شيء من من هذا الـ 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 الحيوان يؤكل لانه محرم اكله المحار لا يجوز اكله من الحيوانات المحرم اكلها هو يعيش في الماء طبعا احنا عندنا شرطنا في حلال اكل ما يعيش في الماء اذا كان له فلس يعني اذا كان له قشور الاسماك التي فيها قشور هذه حلال والروبيان اما المحار فلا لا يجوز اكله صاحب السؤال يقول انا دخلت في المطعم بعد ما تفحصت الاكلات كذا بعدين تبين ان في الصلصه اكو بيها مستخلص يؤخذ من المحار ويجعل في هذه الصلصه وانا لم اكن اعلم ولم يكن بل هذا المحرم مكتوبا على من ضمن المكونات فما الحكم الشرعي إذا كنت لا تعلم وتناولتها فلا شيء عليك لا إشكال ولا شيء عليك لكن لو كنت تعلم نعم إشكال يعني تدري انه هاي الصلصه فيها مستخلص مأخوذ من المحار ومع ذلك اكلته هذا حرام لأنك تعلم بالموضوع الخارجي وتعلم بالحكم الشرعي انه غير جائز ومع ذلك اقدمت عليه هذا حرام لكن اذا كنت لا تعلم لا ليس حراما لا شيء عليك نعم سؤال اخر ايضا يقول صاحب السؤال توجد فئه لم تتعلم الصلاه في ذمتها قضاء لا يوجد من يعلمها الصلاه فئه من الناس يقصد اي شخص عادي يريد الصلاه ما هي كيفيه اداء الصلاه بطريقه صحيحه بحيث نكتفي بالواجبات اي نحذف اغلب المستحبات يريد صاحب السؤال الطريقه الجواب طريقة الصلاة نفرض انه يريد ان يصلي ركعتي الفجر الصبح. اول شيء بعد ما يجي يتوضا ويهيئ نفسه للصلاة ويتوجه إلى القبلة يرفع يديه إلى حذاء اذنيه هكذا أو بهذه الصورة بحيث تكون ايديه ووجهه نحو القبلة وينوي يقول أصلي صلاة الصبح لوجوبه قربة إلى الله تعالى الله أكبر بها الصورة هذه فهذه التكبيرة تسمى تكبيرة الإحرام يقرأ بعد ذلك صورة الحمد وبعد صورة الحمد يقرأ من الصور الصغار أو المتوسطة كون صورة كاملة ما يصير آية أو جزء من صورة لا لابد أن تكون صورة كاملة وبما انه يريدها لاجل القضاء يعني لازم تكون هاي الصلاه سريعه فيختار مثلا من صور الصغار مثلا الكوثر ثلاثه او اربعه ايات مع البسملة طبعا مثلا قل هو الله احد سوره الاخلاص مثلا وبقيه الصور الصغار يقرأها بعد الحمد، ثم يركع يقول سبحان ربي العظيم وبحمده مره واحده، أو يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاث مرات ويرفع راسه. ثم بعد ذلك بعد ما يستقر يقوم من الركوع يهوي إلى السجود يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله أم ثلاث مرات ويعتدل ويستقر. ثم يذهب الى السجده السجد الثانيه يقول فيها ايضا نفس مقالته في السجده الاولى اما سبحان ربي الاعلى وبحمده او سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم بعد ذلك ينهض من السجده ويستقر ثم ينهض الى الركعه الثانيه وياتي بما اتى به بالركعه الاولى نفس الشيء هذه هي ركعتين خالية من المستحبات، طبعا القنوت يختار فد قنوت آه يعني قصير صغير حتى يلائم السرعة اللي هو يطلبها مثلا آه في صلاة القضاء آه يختار مثلا آه واحدة من القنوتات السريعة حتى ولو لو فرضنا يقول اللهم صل على محمد وال محمد ثم بعد ذلك يكمل صلاته هذا نموذج من الصلاه اللي هو طلبها يقول نحذف اغلب المستحبات وناتي بالواجبات فقط وصلنا الى نهايه وقت البرنامج نشكر المساهمين والداعمين والمتبرعين لقناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية نلتقيكم إن شاء الله يوم السبت القادم بنفس هذا التوقيت إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته